السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. اليوم راح نكون وياكم بتغطيه خاصه لحمله بتوجيه من معالي دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني. اليوم وزاره التجاره اطلقت العديد من الشاحنات محمله بالمواد اللي يحتاجها المواطن، وكذلك باسعار مدعومه من قبل الجهات الحكوميه ومن قبل وزاره التجاره، على اعتبار انه اليوم في ظل الوضع الحالي اللي يعيشه المواطن بارتفاع سعر الدولار وارتفاع المواد الغذائيه، اليوم وزاره التجاره بادرت بدعم الاسعار وتوفير كل ما يحتاج المواطن من قبل وزاره التجاره. راح نكون لكم بتغطيه خاصه، خليك معنا. أكيد هذه أشار لها دولة الرئيس حين تم افتتاح السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية بسلة إضافية، أوعز لوزارة التجارة أن تتدخل في السوق وتوفير أي مادة ممكن أن تؤشر ارتفاعا. وبالفعل عكفت وزارة التجارة من خلال تشكيل خلية أزمة ومراقبة السوق وتشكيل فريق عمل، وبالفعل دخلنا بالتعاون مع القطاع الخاص، دخلنا بأربع سلع رئيسية بثلاثة واليوم أربعة إضافية مع تقليل سعر هذه المواد. وبالتالي إن شاء الله تعالى وزارة التجارة ستستمر بهذه الحملة بكميات أكبر بهدف فرض حالة التوازن بالسوق وطلب وزيادة الطلب، ومستعدين للأكبر وإن شاء الله تعالى وضع مسيطر عليه كرفد السوق. هاي واحدة. اثنين، أقدر أقول أنه الأسابيع القادمة ستشهد تدخل وزارة التجارة ودخول مواد أخرى من لحوم وأسماك وبيض إن شاء الله تعالى. استعداداتنا لرمضان القادم هي استعدادات استثنائية من خلال تنويع المواد اللي راح تدخل. وأريد أحب أن أنوه أنه ليست منافسة القطاع الخاص قدر ما هو بالتعاون مع القطاع الخاص موازنة الأسواق ومواجهة زيادة الطلب إن شاء الله تعالى. اليوم المواطنين بقلق وتوتر بخصوص موضوع أنه ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي أنه ربما القادم مجهول بالنسبة للمواطن. أبدا، يعني أنا هذا التعبير رجاء أنه نقول المواطن أبد كل المواد مواد السلة. نعم أنا أقول لك من خلالك أطمن أنه السلة التموينية الغذائية الموزعة للمواطن مؤمنة لثلاثة أشهر عدا هذا الشهر، والتعاقدات والاستيرادات مستمرة، هاي أبدا ما بها كلام. اثنين، الحنطة واستيراداتها خلال هذا الشهر فقط ستصل 6 بواخر ما يخص الحصة التموينية. اليوم أدعوكم أنه تدخلون المخازن اللي هيئناها، الملت بآلاف الأطنان. اليوم شفتوا هاي عشرات الشاحنات وآلاف الأطنان راح تروح المحافظات، ما هي إلا جزء يسير. استعدت وزارة التجارة من خلال توجيه دولة الرئيس للدخول للسوق بقوة بتوفير كافة السلع اللي تحتاج أن تدخل بزيادة المعروض والسيطرة على أسعارها وعدم السماح لارتفاعها بالسوق أبدا. هذا كلام وعهد حطينا على نفسنا في وزارة التجارة، ندخل بأي مادة ممكن تؤشر ارتفاعها سلع المواد الغذائية ستدخل وزارة التجارة إن شاء الله توفرها بأرخص حتى من سعر الجملة أبدا. طيب بالنسبة للسلع الغذائية كم نوع راح تشمل؟ السلة الغذائية من زمان هي هاي 5 مواد بس انضافت إليها أنه صارت سلة إضافية للمشمولين. افتتح دولة الرئيس للمشمولين بالرعاية الاجتماعية صارت بها مواد إضافية اللي هي شاي وحليب وطحين صفر، إضافة إلى زيادة كمية السكر والزيت، فصارت يعني حصة جيدة متكاملة. أنا أقول من خلالكم أنه تدخل وزارة التجارة بالتعاون مع القطاع الخاص للسوق مباشرة هي إشارة إلى أنه الأداء الحكومي هنا هو تجسيد لبرنامج الحكومي والبرنامج الوزاري، أنه هذه الحكومة حكومة خدمات ممكن أن تدخل الدولة وتوفر أي خدمة وأي شيء يحتاجه المواطن من خلال أدائها وعملها. اليوم وزارة التجارة أكملت استعداداتها وبدأت بإطلاق هذه المواد والمخازن مليانة، وإن شاء الله خلال هالأسبوع راح تشهد أكبر من هاي الحملة بكثير استمرارا إلى رمضان،
وتوفير كل المواد اللي يحتاجها المواطن. استاذ اردنا نتحدث عن نشاطكم اليوم، خلي الناس تفهم انه هاي الشاحنات وين انطلقت، شنو تحمل من مواد. بسم الله الرحمن الرحيم، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء متابعة من قبل معالي الوزير فريقنا الوزاري، اليوم وزارة التجارة أطلقت عشرات الشاحنات محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية تشمل جميع محافظات من خلال منافذنا التابعة لشركة العامل لتجارة المواد الغذائية. هذه المواد بأسعار تنافسية مدعومة بأربع مواد، بيض المائدة ب4500 والحليب السائل بألف دينار، الطحين ب37 ألف، وأيضا هاي الأسعار، هاي الأسعار للتجار دول المواطن، هاي أسعار المواطن المباشر، احنا ما نبيع على التجار بالوقت الحالي، البيع المفرد إلى المواطن بيع مباشر وأيضا دجاج ب3000. وهناك خطة استراتيجية وضعت من قبل وزارتنا أنه إضافة بعض المواد اللحوم والأسماك والأجبان إن شاء الله بقادم الأيام، وجود خزين استراتيجي كبير موجود لدى وزارة التجارة يكفي لثلاث أشهر، وجود خزين لمواد السلة الغذائية، وأيضا هناك الكثير من البواخر، 6 بواخر وصلت إلى الموانم محملة ما يقارب 300 ألف طن من الحنطة والمناشي عالمية. هذه الأسعار هي تقريبا أسعار، هدفنا هو ضبط إيقاع الأسعار ووضع مكابح لبعض تجار الأزمات الذين تلعبوا بالأسعار خلال تضارب العملة بالفترة الحالية والفترة السابقة. طيب التجار اليوم ما ممكن أنهم تسيطرون عليهم كوزارة التجارة اليوم بتوجيه من معالي وزير التجارة من قبلكم بإشرافكم، يعني ممكن نحد من هذا؟ يعني بصراحة التجار لا يمكن التعميم أنه كل التجار سيئين، هناك بعض التجار وطنيين ولديهم مبادرات كبيرة. اليوم هذه المواد التي أطلقت هي من بعض الإنتاج المحلي والوطني من قبل بعض التجار، قاموا ببيع هذه المواد إلى وزارتنا بأسعار مدعومة، وبالتالي وزارتنا سوف تقوم ببيعها بأسعار أيضا مدعومة إلى المواطنين بصورة مباشرة. لكن هناك بعض التجار الجشعين وتجار أطلق عليهم هم تجار الأزمات يستغلون هذه الأزمات، هناك جهات رقابية معنية هي المعنية بمتابعتهم، إن شاء الله على ما أعتقد مجلس القضاء الأعلى مشكورا على رسول الأستاذ فائق زيدان صدر أمر مؤخرا خلال اليومين الماضيين على ما أعتقد أنه وجه الجهات الأمنية المختصة الأمن الوطني والشرطة بمتابعة هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بالأسعار وتؤخذ بحقهم الإجراءات القانونية. طيب على مدى قد راح تبقى هذه الخطة وهذا الدعم؟ هذه الخطة سوف تستمر خلال هالأيام والأيام القادمة حتى وإن استقر وضع السوق، انقلبت المحنة إلى منحة إن شاء الله، سوف تقدم هذه المنحة إلى أبناء الشعب العراقي بأسعار مدعومة، وسوف يتم اختيار عدد من الوكلاء في جميع الأقضية والنواحي والقرى، سوف تكون منافذ للبيع لبيع هذه المواد بالأسعار المدعومة. تطمينات المواطن بظل ارتفاع الأسعار حاليا؟ يعني احنا نطمن ابناء الشعب العراقي ان المواد متوفره والاسعار مدعومه والخزين متوفر، فقط انه يتوجهون الى هذه المنافذ وعدم دعم التجار ومن يتلاعبون بالاسعار والعزوف عنهم، والمواد كافيه لتغطيه الحاجه الفعليه من السوق. بدايه خلينا نتحدث انه اليوم المبادره بتوقيت مهم، خصوصا انه ارتفاع الدولار والمواد وجشع التجار وما شابه ذلك، خطوه رغم انه متاخره لكن يجب ان تاتي مثل هذا. لا هي مو متاخره، لان احنا صار لنا اسبوع عندنا نسوق هذا من اليوم، مجرد الوجود الاعلامي يعني الاكبر من قنواتكم، لكن احنا صار لنا اسبوع كنا نسوق الطحين والبيض والدجاج، اليوم زدنا المواد، ضفنا ماده الحليب وان شاء الله ماضين بتوفير مواد اخرى. ماده الحليب وباقي المواد اللي ضفتوها فقط لذوي الرعايه؟ لا اليوم عن طريق تسويقها بالاسواق المحليه باسعار تنافسيه، مو ضمن المواد السله، مواد السله ماشي المشروع بنفس الخطه المعد لها، الخمس مواد اللي هي الرز والسكر والزيت والمعجون والبقوليات، وايضا الرعايه الاجتماعيه ضافت لها الطحين الصفر والشاي والحليب، لكن اليوم عن طريق توجيهات السيد رئيس الوزراء والسيد الوزير قامت الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه تسويق المواد إضافية أساسية لحاجة المواطن اللي هي البيض والدجاج والطحين الصفر والحليب بأسعار تنافسية. يعني هاي المواد اللي بالسلة الغذائية مش وقت راح يتم منح المواطن؟ مستمرين احنا منحها هسه، احنا خلصنا السلة الأولى وإن شاء الله خلال الأيام الجاية راح تنطلق السلة الثانية، ومستمرة المواد، المخازن شفتها مليانة بالخزين. يعني يوم
نقدر نقول من خلال الخزين اللي موجود، من خلال خطة عملكم بالفترة المقبلة، أنه المواطن بإمكانه يطمئن؟ أكيد المواطن لازم يطمئن، لأن إحنا موادنا الخاصة بالسلة الغذائية متوفرة بالأسواق بالمخازننا، وأيضا المواد اللي بيحتاجها السوق المحلي التجارة تضخها بالأوقات المناسبة ويتم تسويقها بأسعار تنافسية أقل من الأسعار بالسوق الحالية. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم مع مدير مركز مخازن الحرية السيد حيدر. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية لو ردنا نتحدث انه في ظل هذه الأزمة اللي جاي يشهدها العراق بسعر ارتفاع الدولار، وخصوصا انه بعض المواد غالية بالنسبة للمواطن، اليوم خطتكم للسلة الغذائية، تطميناتكم للمواطن شنو راح تكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كانت سياسة وزارة التجارة بإشراف السيد وزير التجارة وبإشراف مدراء العامين بالخصوص الست لمى الموسوي التوجه والعمل سياسة خاصة لدعم السوق من ناحية السعر، لأن يعني بالآونة الأخيرة ظل الدولار اللي عم على السوق أنه ارتفاع الأسعار بشكل مو طبيعي، فالمتأثر الأول والأخير هو المواطن وخصوصا الفقير، يعني أكو بعض الشرائح تشتري ولا. أما هسه كدور إحنا كدورنا كوزارة التجارة وخصوص الشركة العامة للمواد الغذائية توجهنا وبتوجيهات معالي الوزير أنه توفير مفردات السلة الغذائية لمدة 3 أشهر خزين استراتيجي بكل أنواعها بأصنافها، الزيت والسكر البقوليات والمعدن. 3 أشهر؟ لا يعني خزين استراتيجي، يعني يعتبر أنه توزيع حاليا المواطن يستلم، فليطمئن أنه أكو بعد 3 أشهر هي متوفرة له، يعني مخازننا الحمد لله وشكرا مثل ما تشوفوها متوفر بها المواد ما بعد 3 أشهر ليطمئن. خطتكم لحد 3 أشهر يعني كخزين يعني مطمئنين يعني. وهذا انه هذا عمل كبير انه نوفر هيك مفردات حتى انه المواطن يطمئن انه كل شهر يستلم سلة غذائية. اضافة الى هذا السلة الغذائية انضافت مواد اخرى هي دعم شريحة الرعاية الاجتماعية بمفردات اضافة الى السلة، مضاف إليها الشاي والحليب زائدا الطحين. كم كيلو؟ الحليب 1/4 كيلو والشاي 200 غرام والطحين 1 كيلو، إضافة إلى السلة المخصصة زائدا 1 لتر زيت. هاي ما عدا السلة الغذائية. إضافة إلى أنه عملية أخرى أنه عملنا بها أنه دعم السوق من ناحية أنه توفير مواد أخرى هي الدجاج والبيض وفتح مراكز. الدجاج والبيض هم للرعاية الاجتماعية؟ لا هذا دعم السوق. الغاية من عنده انه حتى ان نحافظ على اسعار الاسواق اللي هسه الارتفاع مدعومة مخفضة وبانتاج محلي من ناحية الدجاج والبيض، هذا ما يوفر انه المواطن، ومثل ما انه كثير من المواطنين يعني حضروا انه كانوا فرحين بهذا الشيء لانه وصلت طبقه البيض الى 8 إلى 7 آلاف. اليوم مش قد بتسعيرتكم؟ احنا بعنا البيض 5 إلا ربع يعني 4750، الدجاج 3000. 3000 الكيلو؟ اي نعم. فهذا كان مدعوم على علم انه الاسعار كانت مرتفعه، والحمد لله لاحظنا شيء ملموس انه بعض الاسواق بدت تخفض اسعار، وكان انه المواطن فرح بهاي التجربه، وهذا هو هدفنا حقيقه يعني دعم السوق ونخلي انه المواطن يطمئن انه مهما يرتفع الدولار احنا ان شاء الله احنا نكون سند له. وهاي التجربه هي تشوفوها هي انطلقت وان شاء الله مستمرين بها للاشهر القادمه ان شاء الله. طيب على مستوى السله الغذائيه يجوز الناس ما قابله عليها، بها مواد قليله ممكن ما تكفي، اكو خطه انه بالمستقبل زياده السله الغذائيه، يعني مو بالنوعيه بقدر ما بالوزن خلي اقولها. نعم حسب فضل الله سبحانه وتعالى، مثل ما تشوف انه السله حاليا هي بموادها من مناشئ عالميه متوفره، اضافه ان بعض المواطنين انه السله جاي تتوفر عندهم لان تراكميه اصبحت عندهم لان شهر بشهره، فهذا انه هذا كلام انه استبيان لبعض المواطنين بين انه عندهم انه فرحين بهذا الموضوع.
بس اكو دراسات اخرى انه تنضاف مواد اخرى ان شاء الله حسب الجهات المختصه، اكو دراسه بهذا الموضوع انه تنضاف مواد اخرى ان شاء الله. على مستوى المواد اللي موجوده، ايش كم ماده عندنا جانا استوردتها وايش كم ماده محليه؟ هسه حاليا احنا اغلبيتها كلها محلي، يعني زيت الدار والسكر الاتحاد، ما عدا انه البقوليات، تعرف البقوليات، المعجون، هذا يكون مستورد من هالنوعيات، فاكو ما بين مستورد وما بين محلي. المستورد اللي جاي يدخل العراق، اللي جاي تشتري وزاره التجاره، جاي تشتري بالدولار لو بالدينار. والله هي حاليا هاي تعرف سياسه انه الشراء، يعني ايه سياسه الدوله والشراء، هذا هاي عقود يعني اكيد يعني اكو بيها ضوابط، ما عندك معلومه عليها؟ معلومه بها. جيد، يعني جاي تجيكم انه بالدولار او بالدينار حتى يفهم المواطن انه اليوم مو فقط التاجر، مو فقط ابو المحل جاي يستورد اشياء بالدولار. هي هذه العمليه كلها هي الغرض من هذا، وان كان اذا كان دولار او دينار، اكيد يعني تعرف اذا تعامل ويا الدول استيراد خارجي يكون شكل دولار، بس رغم هذا اكو انه انسان انه جهه تستورد دولار يحتم على المواطن يدفع ضريبه ارتفاع الدولار. احنا حتى وان كان الفقره المختصه حتى وان كان شراء الدولار هي مدعومه انه توصل المواطن باقل الاسعار واسعار رخيصه، وبالتالي يتوفر الى في البيت انه الماده، انه يطمئن انه الماده الاساسيه الغذائيه هي موجوده ومستمره ما بعد شهر ثاني وثالث ورابع وهكذا، فليطمئن. وان كان هي هاي سياستنا، سياسه وزاره التجاره بهذا العمل بهذا الاتجاه. طيب السؤال الاخير، انه في حال والله لا يقولها ان شاء الله وصل الدولار 200 واكثر، انه هاي الخطة قادرين عليها، قادرين على توفير مستلزمات واحتياجات المواطن؟ أكيد أكو بها دراسة، وإلا إحنا ما نطب هاي الـ هذا العمل إذا ما كان إنه ماخذين يعني تغييرات بالأسواق وبارتفاع الدولار. أكيد، فهذا كله دعم، وهو يعني توجيه أساسي من رئيس الوزراء خصوص هذا العمل وزارة التجارة. الغرض من عدا مهما تغيرت الظروف، لا الحمد لله انه ان شاء الله مسيطرين ان شاء الله، وليطمئن المواطن يعني في هذا الموضوع. يوني استاذ العزيز الكلام، فبالتالي اليوم يعني مثل ما شفنا انه هاي الحملات اللي تقوم بها وزاره التجاره وزياده نسبه عفوا احتياجات السله الغذائيه بالنسبه للمواطن، هناك زياده بالنسبه للسله الغذائيه، وايضا لمده 3 أشهر المقبله انه وزاره التجاره قادره على توفير كل ما يحتاج المواطن، خصوصا بعد مبادره دعم وتوفير لاصحاب الرعايه الاجتماعيه من بتوجيه من دوله رئيس الوزراء. اذا فبالتالي اليوم من وجهه نظر وزاره التجاره انه قادره على توفير كل ما يحتاج المواطن بالنسبه للمواد الغذائيه بالوقت الحالي وبالفتره المقبله الى ما 3 أشهر وما بعدها. فبالتالي نتمنى التوفيق للجميع. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، على اللقاء.